مرحبا. كيف؟ مرحبا. الو. أنا سلامة وצייר فلسطيني בן למשפחת פליטים שחי כיום בנורווגיה. משפחתו נעקרה ב-48 מהכפר הפלסטיני אל-ג'עוני והשתקעה במחנה הפליטים אל-ירמוק בסוריה. אנס נולד וגדל במחנה הפליטים אל-ירמוק, ובעקבות המלחמה משפחתו נאלצה שוב לעקור הפעם לנורווגיה. בשיחה שלנו ביחד אנס מדבר על פליטות, על געגוע, על כמיהה למולדת, עליה שמע וטרם בקרבה. حبيت هيك بالاول اسالك حكينا عن انس مين انس كانسان هو حدا من اللي اهليهم تهجروا بال48 واضطرت الظروف انه يخلق بلد هي مش بلده بس بالنهايه صارت بلده يعني هلا بالنسبه لي الشام وسوريا هي جزء مني وانا جزء منها بس اكيد روحي فلسطين يعني بحكم انه احساسي من جوا انه هي بلدي كل الفلسطينيين اللي كانوا بسوريا هن عاشوا فترة انه بالنهاية بلدهم كأنها كانت بلدهم بكل المقاييس يعني ما كان في يمكن اي فرق بين فلسطيني وسوري من اي شيء يعني بالحقوق والواجبات وكل المسائل اللي كانت العلاقة بالمجتمع هو جزء ومكون من مكونات هذا المجتمع بس ضلوا الفلسطيني بسوريا محافظ على هويته لا انا فلسطيني وفي لي ارض محتله شو يعني انك تنولد في وطن زي سوريا بتقول انه وطنك ولكن قلبك في محل تاني او روحك في محل تاني اني انا ولدت بمكان اسمه مخيم اليرموك وهذا المخيم هو تقريبا قطعه من فلسطين لو هو مش موجود بفلسطين بس هو قطع من فلسطين بكل مكوناته وتقريبا احساس اي انسان هناك عاش بالمخيم ولد بالمخيم هو دايما احساسه انه انا اوكي هلا بفلسطين قطع برات فلسطين بس هي من فلسطين مخيم اليرموك هو حالة أكتر من أنه يكون شيء له علاقة بالشيء الملموس أو الشيء المادي مخيم اليرموك هو عبارة عن حالة انتظار مكان فيه حالة انتظار لشعب كامل بس هو روح فلسطين بالنسبة لنا أنه الروح كلياتها أنه مثلا مجرد أنك أنت ماشي بحواري بمناطق شافت ميات الشهداء والجنازات اللي اجت من فلسطين نفسها اللي استشهدت بقلب فلسطين وهي تدافع عن فلسطين هذا المكان هاي الروح اللي عم بقول لك عليها ايش تصورك للبلاد كان وقتها واليوم هلا فلسطين لما كنت هناك هي حاله حلم دائما هذا الحلم اللي بيراودك طول عمرك وبضل ملازمك وبتعيشي هيك مشان بتحسي انه وجودك هو مرتبط بوجود هذا الحلم انك تكوني جزء من هاي البلاد او تحسيها او تشميها او هيك تلمسيها في حلم بالعودة انا صح؟ عند انس لا هو شوف اقول لك شغلة الحلم ممكن يتحقق وممكن ما يتحقق العودة هي واقع بالنسبة لي واقع دو يصير اذا ما صار هلأ صاير بعدين وحقي بالعودة وحق أولادي وحق الفلسطيني الإنسان الفلسطيني هذا شيء مش حلم لأنه هو رح يتحقق بيوم من الأيام رح يتحقق في إسا جواز سفر نرويجي بفكر تيجي هلا هذا الشيء دايما بتفكيري إنه لازم آجي وهيك بس بنفس الوقت صابني خوف من جواتي انه يا هل ترى انا بقدر اني هذا البني ادم يجي يشيك لي على حدود لبلدي انا ما واثق من حالي كتير انه اقبل انه هذا البني ادم اللي مغتصب ارضي يجي انه والله يحط لي هاي الختم مشان اقدر افوت على بلدي مؤلم يعني احساس كتير صعب وهذا الشيء يمكن اللي بخلي كتير اشخاص ومنهم انا انه
ما كتير متأكدين إنه أمات ممكن يكون عندهم الشجاعة إنه يقدروا يتحملوا هيك. أنت في بن غوريون شيكت، إيش الإحساسات إنه أنت ممكن تبع الإحساس اللي ممكن تيجي تشوف؟ يمكن بحس حالي مثل هذا الشاب اللي أول مرة بده يقابل صبية هو بحبها كتير كتير كتير، وأول مرة رح يضمها ويبوسها. يمكن هذا الإحساس، يمكن أحس هيك بقلبي، هذا الرجفة اللي بعمري ما حسيتها إلا هيك بلحظات. يعني هو صعب إني أوصف شيء، يعني حالة كتير صعبة. تخيلي أنتي عم هيك عم بتحسي بروحك بعد فراق عمر، إنه أنتي فاقدة روحك ولقيتيها بلحظة. طيب كل هاد وين الفن؟ منين أجا الفن؟ وين الفن بدخل أنس؟ هلأ هو الفن بالنسبة لي هو وسيلة التعبير عن كل شيء، مشاعر وأحاسيس يمكن حكيته بالنسبة لأن كان لسوريا ولا لفلسطين ولا لأي لحظة من لحظات حياتي. فمن الفن بتحس أنس إنه أنت بتحكي عن فنيا بصوت مختلف عن صوت أبوك أو صوت جدك الأجيال الفلسطينية السابقة؟ فأنا وقت ما أشتغل شيء له علاقة بالفن بحاول أشتغله شيء إنساني، بس بالنهاية هو طابع فلسطيني لأني أنا إنسان فلسطيني، بس بحاول بالفن إنه لا يكون الجانب إنساني أكبر من قضية إنه مؤطر بمكان وزمان معين. في مشاريع سابقة بتحب تحكي عنها أنس، مشاريع جديدة؟ يمكن أهم مشروع اشتغلته بعتبر أو بيعني لي شيء إلي كشخص، يمكن لهاللحظة شغال فيه ما توقف، هو لو إني اشتغلت لوحات بقايا فنجان القهوة. طبعا هذا المشروع بلشت فيه، هو بلش مع الحرب بسوريا. حاولت اني جسد مشاهداتي اليومية بلوحات انه سريعة، وكنت ارسمها ببقايا القهوة نفسها، يعني بعد ما اشرب دولة القهوة ارسم بالبقايا اللي بتبقي، وهي كانت عبارة عن تصوير للواقع الانساني كل تفاصيله. بس طول ما احنا الفلسطينية ارضنا محتلة، لو صار معنا جنسيات، لو كنا بأي مكان بالدنيا، بس طول ما بلدنا محتلة بعمرنا ما منهدى ولا منعيش بهيك باستقرار. يلا خلصنا، سلامات، مع السلامة، يعطيك العافية، شكرا كثير، عن جد شكرا كثير. الله يسعدك يا رب. בשיחה הבאה שלי במסגרת שיחות מהמזרח התיכון, אשוחח עם פאדי אבדאללה ת'אבת, צלם סטילס מעזה. פאדי ידבר על אומנות עזתית פורצת גבולות כאשר יוצריה עדיין תחת מצור. אני מקווה שבאמצעות השיחה שלי עם פאדי נחשף לעזה אחרת, לא רק זאת שמדממת, אלא זאת שמנסה לחיות עזה של פאדי.